بسم الله الرحمن الرحيم، سأكمل على شرح زميلاتي في الأجزاء السابقة. وضعت عنوان رئيسي الابتسامة، عنوان فرعي ابتسم تؤجر، ومدخل للابتسامة. هنا ثلاث مواضيع سأبدأ بكتابتها. عنوان أول موضوع مثلاً: تعريف الابتسامة. وأكتب هنا تعريف الابتسامة. الابتسامة هي تعبير وجهي يستعمل للتعبير المتعة والسعادة. لما نكتب نخلص نبدأ نغير، نحط توسيط، نعرضه ونميله. إذا حبيت أضيف صور أضغط على Add، أختار من الصور الموجودة عندي. نختار هذه الصورة، إذا أبي أغير حجمها وأحط، بعدين لما أخلص أحط صيف. إذا ما أبيها أبي أغير الصورة أضغط على علامة الإكس وأضيف صورة غيرها مثلا هذه. أغير فيها شوي، مثلا أبي هذه أو هذه، بس أنا أبي كلمة ابتسم. أحط سيف. نكمل الموضوع الثاني: فوائد الابتسامة. بما أنها راح تكون نقاط مرقمة نحط البوينت، أو أنها تكون مرقمة نختار أنها تكون مرقمة. نكتب تحفظ النقطة الأولى: تحفظ للإنسان صحته. النقطة الثانية: تخفف ضغط الدم. النقطة الثالثة: تزيد من مناعة الجسم. إذا بعد في نقاط نكتب لها آثار إيجابية. بإمكاننا نزيد بعد عدة نقاط، لكن نكتفي بهالأربع نقاط. نعدل إذا نبي ننسق، نحدد النقاط كلها ونعدل تنسيقها. إذا بتعريض يكون تحتهم خط مايدين. إذا أبي أضيف صور أضيف أيضا، اختار هذه الصورة.
ومثل الشيء أضغط على Edit إذا أبي أغير بحجمها، نصغرها، نحط على Save حتى تحفظ الشكل اللي احنا نبيه. الموضوع الثالث نكتب عن أقوال عن الابتسامة، نحط بعض الأقوال اللي تتكلم عن الابتسامة، نحط هالمرة بوينت، مقولة ابتسامة صادقة خير من ضحكة زائفة، هذه إحدى المقولات. نحط مقولة بعد ثانية أيضا، الابتسامة هي اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمة. نحط مقولة أخيرة، مثلا مقولة الابتسامة لا تكلف الكثير ولكنها تعود بالخير الكثير. بإمكاننا بعد أن نضيف مقولات، لكن نكتفي بثلاث مقولات. إذا نبي نوسطها ونخليها على شكلها، خليها توسيط. نعرض، نميل، نحط تحتها خط، يعني نضيف لها شكل. نضيف أيضا صور، نختار كلمة سمايل بالإنجليزي، حجمها مناسب ما نغير فيه شيء. خلاص تأكدنا من كتابة جميع المواضيع، كل موضوع لها عنوان، وأضفنا الصور، نضغط على دون. نرى هنا المواضيع الثلاثة، نستطيع تغيير تنسيقها. استطعنا فقط صور من غير كلام، الصور مع الكلام. إذا هناك أي تعديلات نضغط على Edit، ندري بعض التعديلات، مثلا نزيل السطر، نجعلهم من غير سطر، نضغط على دون، ينحفظ لنا الشكل الجديد اللي غيرناه. هنا إذا أردنا أيضا إضافة بعض المواضيع، تغيير طريقتها، صور مع الموضوع أو الصور على الجانب الآخر، إذا لم نريد نضغط على علامة الإكس ريموف إزالة. إذا أردنا إضافة مقطع فيديو، ما علينا سوى أن نذهب إلى اليوتيوب أو أي موقع يوجد به الفيديو الذي نريده.
هنا فيلم قصير عن تأثير الابتسامة، ننسخ الرابط. نسخ. نلصق الرابط هنا ونضغط إضافة. نرى هنا الفيلم الذي نريده. إذا أردنا تغيير مكانه، ما علينا سوى تحريكه. هذا هو مكانه. عنوان المجلة، العنوان الفرعي، مقدمة، المواضيع، وفيديو عن نفس الموضوع. هنا جهة التواصل، نضع مثلا كيفية التواصل معنا. نكتب هنا تواصلوا معنا عبر الآتي. نضع سماي فيس، نضع عنوان إن وجد، رقم هاتف إن وجد، موقع إلكتروني إن وجد، صفحة في الفيسبوك إن وجدت، صفحة في التويتر إن وجدت، إيميل، نضع على سبيل المثال إيميل. عند الانتهاء من جهة التواصل نضغط على دون. إن أردنا إضافة صورة، إن لم نرد إضافة صورة نضغط على علامة الإكس، لكننا نريدها. وهكذا انتهينا من مجلة بعنوان الابتسامة. وضعنا عنوان رئيسي، عنوان فرعي، مدخل إلى الموضوع. إن أردنا التعديل نضغط على تعديل. إن انتهينا نضغط على دن. هذه عدة مواضيع نستطيع تغيير أيضا تنسيقاتها كما يحلو لنا. هذا الموقع سهل وبسيط. أيضا أستطيع أن إضافة فيديو لليوتيوب أو من أي موقع آخر. أيضا جهة التواصل وإضافة وسائل التواصل لتواصلوا معنا القراء عبرها. أيضا إضافة صور لهذه الجهة. وبالتالي انتهينا من هذه المجلة. نضغط على Save Now لحفظها. وهكذا انتهينا من شرح هذا الجزء. شاكرة لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.